هاي يا حلوين، عاملين ايه؟ فيديو النهارده هيكون عن مكياج كامل من براند واحده. البراند المره دي هتكون هي اصلا براند لبس، بس هم عندهم ميك اب حلو قوي، هي اتش ان ام. جرب معاكم الميك اب بتاع اتش ان ام، عندهم لاين كامل تقدري تعملي بيه ميك اب لوك كامل من غير ما تدخلي ولا حاجه من اي براند تانية. فهعمل معاكم كل الميك اب لوك اللي انتم شايفينه ده هيكون باتش ان ام، ما عدا بس الماسكارا هي الحاجه الوحيده اللي مش عندي. سو بليز قبل ما تبتدي الفيديو ما تنسوش تعمل لايك للفيديو ده، كمان تعملوا سبسكرايب للقناه عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجايه، وفولوني على انستجرام وتيك توك، بسيب اللينك تحت في الديسكربشن. اول حاجه عندي تو فاونديشنز، عندي الفاونديشن ده اللي هو اسمه All Day Liquid Foundation Flawless Finish، ده شكله ودرجتي فيه Warm Beige. وعندي الفاونديشن اللي هو ستيك، عندي منه درجتين، واحدة بعمل بيها برونزر أو كونتور، وواحدة درجة الفاونديشن. بس هو فاونديشن، هو مش برونزر يعني أو مش كونتور، هو فاونديشن ستيك اسمه Face Stick، بس كده هو ده اللي مكتوب عليه. ومكتوب عليه الدرجات من فوق، واحدة اسمها Soft Sand، واحدة اسمها شيست نت. طبعا سوفت ساند هي الفتحة دي، درجة الفاونديشن، و دي مستخدمها اكتر عشان بحب قوي البرونز بتاعها، بتدي برونز كده حلو للوش وفي نفس الوقت بتندمج بسهولة قوي. فانا هستخدم معاكو الاثنين عشان نبقى استخدمنا الحاجتين، يعني هستخدم ده كفاونديشن وهستخدم ده ككونتور عشان نبقى استخدمت لكم الاثنين وشفتوا الاثنين شكلهم عامل ازاي. اعتقد ده هيبقى فاتح شوية عليا، بس خلينا نجرب. بصوا هو شكله كده بيجري، يعني مش كريم ناشف، وهحط كده ويطلع فاتح، بس ممكن نظبطه بالكونتور مش مشكلة، او ممكن نشوف الستيك لونه عامل ازاي. الستيك اظبط عليا يعني، ممكن نشوف هنا. هي تقريبا خلاص، هستخدم ده واغمقه بقى بالباودر والكونتور وكده. هو تغطيته خفيفة مش عالية، يعني ينفع يومي جدا، وشكله طبيعي جدا. ازاي هحط طبقة تانية برضه عشان اوريكم اذا كان بيكلكع ولا مش بيكلكع. بس الفاونديشن ده انا مجرباه قبل كده، ويعني حلو جدا، من اكتر الفاونديشنز اللي بحبهم. طبعا كل الحاجات دي مفيش ولا حاجة فيهم معدية ال 25 درهم، يعني دايما بينزل سيل، فانا بشتري في السيل بصراحه، ما بشتريش لما بتبقى الحاجه بالفول برايس، لان بحس ان لما الحاجه تبقى بالفول برايس بحس ان هي غاليه عن العادي شويه، فاستنى السيل وبجيب منه. هو سهل، ممكن تبنيه، مش بيبان خالص انك حاطه فاونديشن، درجاته حلوه، في منه درجات كتير، وسعره مناسب، وحجمه 30 مللي الستاندرد العادي بتاع الفاونديشن. هجرب بقى الستيك برضو، انا مجرباه كتير يعني. بصوا درجة يعني برونزر وقوية، ازاي بتندمج بسهولة قوي. استخدم بقى الكونسيلر، وعندي تو كونسيلرز منهم، الكونسيلر ده وده حلو، كفر بتاعه حلو وينفع استخدام يومي، اسمه كفر اب كونسيلر، ده شكله. والدرجة اللي معايا دي اسمها سوفت ساند، وعندي منهم التريو اللي هي بتبقى عجلة كده وفيها تلات الوان، بتبقى صغنونة قوي، دي مش حلوة خالص. كنت كلمتكم عنها في فيديو تقريبا اسوأ منتجات لسنة 2021، يا اما فيديو من فيديوهات المفضلات وغير المفضلات، قلت لكم ان هي بشعة جدا، هحط لكم صورتها هنا، بس هي مش معايا دلوقتي، ف مش حلوة خالص يعني، محدش يدفع فيها فلوس. اي نعم هي مكانتش غالية، بس وحشة جدا جدا يعني. وكمان هحط ايه هنا عشان الاي شادو، خد بقى بالناحية التانية من البلندر واعمل بيه كده. بصوا حلو جدا ازاي، بيفكرني بفيت مي شوية، والحاجة دمجها سهل جدا يعني، ممكن تدمجها بايديكوا حتى كده. نيجي للباودر، وعندي الباودر دي هي لوس باودر، ده شكلها شفافة، لونها ابيض من جوه خالص، واسمها ترانسلوسنت هاي ديفينيشن انفيزيبل لوس باودر،
وكميتها 10 جرام، و تقريبا بصوا ده شكلها من جوه. تقريبا البودر دي اوحش حاجه في الحاجات اللي انا هستخدمها النهارده. بودر من جوه، عارفين لما تمسكوا حاجه بين ايديكم وتحسوا ان بتزقزق كده، مش عارفه اوصلها لكم ازاي، بس تحسوا ان هي مش فاين، يعني خشنه كده ومش حلوه. يعني حتى البيبي باودر انا عمنها مش باودر ابدا تثبتي بيها الوش، وفي نفس الوقت بتعمل فلاش باك جامد، فمحبتهاش خالص. يعني هستخدمها برضو النهارده عشان اوريكم، بس هستخدم بقى كميه قليله قوي يعني. وريحتها، ريحتها فظيعه، ريحتها زي ما تكون بسطرمه معفنه كده او جبنه رومي معتقه، يعني ريحتها غريبه بجد. وايه ده بقى الانشادوز، وعندهم البالتس اللي هي الصغيره دي بيبقوا فيها 4 الوان كده، عندهم منها درجات كتيره جدا. وفي عندهم برضو باليتس اي شادو اللي هي بتبقى باليت كبيره بقى اي شادو، وفي سنجل شادوز. البالت دي انا بحبهم جدا، البالتس الصغيرين دول. بصوا دي طبعا باينه ان هي مستخدمه اكتر، بس دي برضو حلوه، استخدمتها كذا مره وحلوه، بس دي بحبها قوي عمليه لكل يوم، فبحب قوي الوانها ان هي عمليه لكل يوم. يعني انما اللون الاحمر والابيض دول مش هيستخدموا لكل يوم. دي فيها لونين كده اللي هما قصاد بعض بالشمر ولونين مات، ودي فيها لون واحد بس هو اللي شمر والباقيين الاثنين دول مات، وده فيه لمعه بسيطه زي ذرات جليتر كده، بس ممكن تستخدميه كانه يعني كانها الطبقه الفوقانيه، اول ما الطبقه اللي فوق دي بتروح بيبقى لون مات عادي. فهستخدم معاكم الاثنين النهارده عشان اوريكم بس الالوان عامله ازاي، بس اعتقد اللون البني واحد فيهم. البالت دي، البالت دي اسمها بوكس اوف شوكس، وهكتب لكم اساميهم. والبالت دي اسمها لاف ستوري. كان في برضه عندهم كذا انواع تانية والوان تانية، فتقدروا تجيبوا اللي انتوا حابينه. يعني خد بقى اول حاجه اللون ده كلون انتقالي، هي بتعمل شويه فول اوت كده بس مش كتير. يعني نسيت اقول لكم الباودر دي كمان لما بحطها، مع ان انا حطيت كميه صغيره، بس بحس ان وشي مشدود كده، فمش حلوه خالص للبشره الجافه. كمان هجرب اخد معاكم اللون الاحمر ده لاول مره كده واحطه في الكريس واشوف هيبقى شكله عامل ازاي. هاخد الاول كميه صغيره، تقله شويه بس، يعني انا كده حبه. والالوان على فكره ما تنزلش تحت العين، ودي حاجه حلوه برضو. الشيمر بس هما اللي بينزلوا شويه تحت العين، بس بنفضهم ببودر كده وخلاص. ممكن اخد بقى كمان اللون البني ده نجرب، بما اننا يعني ايه بنلعب، حطه كده في الاوتر في ده. بصوا اللون قوي، نضف الفرشه ويأدمجه، او ممكن تدمجيه في فرشة تانية نظيفة، بس يعني انا حابة ادمجه بنفس الفرشة. هاخد بقى اللون اللي هو السيلفر الشيمر ده او الشامبين، واحطه على الجزء الاولاني من العين. هاخد بقى اللي تحت العين نفس اللون واحطه، وبرده نقطة من اللون الأحمر واحاول اقربها كده. هاخد بفرشة كده تكون شبه اللي بنرسم بيها الحواجب، وهاخد اللون اللي هو البني الغامق ده واحطه على خط الرموش بحيث يغمق لي بس الجزء الخارجي من العين، مع ان انا معيش قلم ابيض منهم، انا بحب اعمل الحركه دي عموما، بحب اعمل الحركه دي واخد قلم بيج جوه العين بيوسع عيني. هرجع بقى للوش، عندي التو برونزرز دول، هما نفس البرونزر يعني نفس اللاين بتاع البرونزر، بس بتو شيدز مختلفين. اول شيد اسمه ديب برونز، وده الاحلى بالنسبه لي، وده استخدمته كتير قوي. اي هيت باك
وتاني واحد ما استخدمتوش غير مرة وحسيت ان الدرجة عليا بتطلع مطينة كده، اللي هو بقى شكلي حاطة طينة على وشي، فما حبيتوش يعني ما استخدمتوش تاني من يومها. الدرجة دي اسمها ناتشرال برونز، وهو البرونزر نفسه اسمه سولار فلير برونزنج باودر. ده شكلهم من ورا، تخيلي هو ده البرونزر الوحيد اللي عندهم يعني. فانا هحط النهارده الدرجه اللي هي الديب برونز دي. ممكن اعمل لكم سواتشز، بصوا دي الدرجه دي الحلوه اللي انا بحبها اللي هي الديب برونز، ودي الناتشرال برونز. يعني بحس ان دي كده بتطلع غريبه عليا، خد من دي كده بس بالراحة لان انا اوريدي حطيت برونزر كتير يعني. كمان بقى البلاشز بتاعتهم من احلى البلاشرز اللي انت ممكن تجربوها بجد، اللي هما شكلهم عامل كده. بيتهيألي هما دول برضو النوع الوحيد اللي عندهم، اسمهم بيور راديانس باودر بلاشر. اول درجة معايا دي اللي هي تانجو بينك، هكتب لكم اسامي الدرجات دلوقتي. دي حلوة قوي، دي مات ما فيهاش اي لمعة. ممكن نعمل سواتش برضو، اعمل سواتشات غريبة بس ماشي. تاني واحدة اسمها وورم ديزرت، ودي برضو حلوة قوي، لونها ناعم كده. ده شكلها تحفة، دي بحبها قوي. وتالت واحدة بستخدمها اللي هي الدرجة اسمها براون شوجر، ده لونها بصوا باين عليها طبعا، هي اكتر واحدة فيهم مستخدمة. ده لونها تحفة، دي بحبها قوي. ممكن دي اللي حطها النهاردة، تدي شكل حلو للخدود من غير ما تبقى اوفر يعني، بس لو انت اغمق مني شوية مش هتبقى حلوة عليك يعني، هي دوب بتبان عليا، فلو انت افتح مني هتبقى احلى كمان عادي. الهايلايتر بقى معايا منهم الهايلايتر ده اللي هو اسمه جلوي توب، ده هايلايتر دو. الدرجة دي اسمها جلوي توب، ما في ملهوش اسم يعني، هو درجتين كده، درجة فاتحة ودرجة غامقة. الدرجة الفاتحة دي عبارة عن جليتر، الدرجة الغامقة فيها ذرات جليتر بس مش كبيرة قوي، فانا هستخدم الدرجة الغامقة. يعني ده باين قوي ان هو فيه تشانكس كده جليتر، انما ده انعم سنة. بس برضو الناس اللي ما بتحبش الجليتر في الهايلايتر مش هيعجبهم الهايلايتر ده خالص، هو عايز فرح شوية. الهايلايتر شوية تقيل علشان تطلعيه يعني، هو مش احلى اوبشن في الدنيا بصراحة الهايلايتر، بس يعني هو برضو مش وحش قوي يعني. هاخد بقى الدرجة الفاتحة واحطها في الانر كورنر. وحط منها تحت الحاجب برضو، بما اننا لسه ما عملناش حواجبنا. بالنسبة للحواجب كان عندي القلم ده منهم، اللي هو قلم كده بيجي من ناحية سبولي ومن ناحية القلم نفسه اللي بيرسم، بس هو قلم زي قلم خشب، القلم ده كده اللي هو بيبقى عامل كده وبيتبريه، كان شكله بس طبعا بيبقى طويل قوي. استخدمته كتير وكنت بحبه جدا، بس هو ما ينفعش لو انت هترسمي شعره شعره، بس للاستخدام الشخصي اليومي كنت بس بملى بيه الفراغات اللي هي عندي هنا دي. كان حلو جدا وكان ب5 درهم يعني، فاللي هو يا بلاش. بس هو دلوقتي بقى عندي خلصان ما فيهوش حاجه، فهعمل حواجبي بقى وارجع لكم. الايلاينر او الكحل ما عنديش منهم ايلاينر، اللي هو الليكويد او الديب لاينر او الكلام ده، عندي منهم قلم كحل. القلم كحل ده بحبه جدا جدا، بني برضو صغير زي ما انتم شايفين. القلم ده بيجي طويل قوي يعني، اطول من العاديين اللي هم مثلا زي بتوع ميبيلين وبورجوا والكلام ده، واكبر بكتير. هو قلم الحواجب حجمهم اكبر من الاقلام العاديه، وكان سعرهم رخيص كمان. القلم ده اسمه لسه باين اسمه ما اتمسحش، اسمه سوفت كاجال اي بنسل، والدرجه بتاعته لونها بني. ده شكله من جوه، هو حلو كل حاجه بس مش ثابت. ارسم بيه بقى ايلاينر وارجع لكم تاني، بس اروح ارسم بقى لازم الزق في المرايه. رسمت الايلاينر وكمان حطيت ماسكارا، لان ما عنديش. الحاجه الوحيده اللي مش عندي من اتش ان ام هي الماسكارا بصراحه، ما يعني شفت حتى عندهم ماسكارات ملونه وسودة وكل حاجه، بس ما حمستنيش يعني ان انا اشتريها وكده، ما اعرفش ماسكاراتهم عامله ايه. نيجي بقى للروج، وهي اخر حاجه خالص عندي منهم لونين. هو اللاين ده اللي عندي، اولا الباكجينج شكله رهيب يعني، حلو جدا واليجنت. الدرجه معايا اللي هي الشيست نات دي، اكتر درجه بحبها واللي هحطها النهارده. ده شكلها درجه على نود
والتانية فاقعة قوي اسمها اود بينك. ده درجتها فظيعة، عايزة صيف يعني او بحر او ايه. بس كده حلوين، دي كل حاجة الفيديو النهاردة. تعالوا بقى اقول لكم سريعا رأيي في الحاجة ايه. الفاونديشنز الاتنين حلوين جدا، النوعين حلوين جدا. انتوا عارفين الستيك اصلا بيبقى ناشف على البشرة شوية، بس ده طري وحلو جدا، والفاونديشن ده فظيع بجد، حلو جدا جدا. ده ينفع اكتر للبشرة الجافة والعادية والمختلطة شوية الدهنية، يعني ممكن تحط برايمر يتحكم في افراز الزيوت شوية. انما في الصيف ما اعتقدش ان هم هيحبوه قوي. برضو نفس الكلام بالنسبة للكونسيلر، بصراحة حلو جدا برضو. يعني بصراحة كل حاجة في البراند حلوة، يعني البراند نفسه يستاهل التجربة. يعني هو احنا دايما بنفكر ان اتش ان ام حاجات لللبس وكده، بس بجد الميك اب فيه حلو جدا ويستاهل انك تجربيه. يعني كل الحاجات اللي انا هقولها لكم عليها النهاردة هي حلوة جدا، بس ما عدا الباودر. الكونسيلر ده برضو حلو قوي، ينفع استخدام يومي جدا، حجمه صغير كمان، ينفع معاكي في الشنطه، فيه نسبه ترطيب كده فمش بينشف تحت العين خالص، وتخطيطه مش تقيله قوي اللي هو ما تنفعش لتحت، ما ينفعش للصبح او هتعمل هتبقى كيكي تحت العين. ده للبلاشرز، من احلى البلاشرز اللي انا جربتهم، بحبهم جدا الثلاث درجات بحبهم. يمكن بس الدرجه اللي هي الفقعه دي اللي فيهم، اللي هي اسمها تانجو بينك، دي اكتر درجه ما بستخدمهاش، بس عشان هي يعني شويه فقعه. انما بقيه الدرجات حلوين جدا وبستخدمهم كتير جدا، وبجد من احلى الفورمولا الموجوده في الدراج ستور. برونزر نفس الكلام، حلو من هنا لبكره بجد. يعني بصوا انا مستخدماه قد ايه اصلا، هي بس المشكله معايا في ده درجته، ان هو درجته مش مناسبه ليا فعشان كده ما بستخدموش. بس ده بجد استخدمته كتير جدا، وفي نقطه كده باينه ان انا يعني البان بانت. باودر ما عجبتنيش خالص، مش حلوه، ريحتها وحشه قوي، بتعمل فلاش باك وتحس ان في حاجه خشن على وشكو، وبتنشف الوش كمان، مع ان انا بشرتي مش جافه قوي قوي يعني لدرجه ان هي تشد بشرتي كده. فلو انت بقى من النوع اللي اصلا ما بيحبش الباودرز، ما تجيبيش الباودر دي خالص. هي ممكن تبقى حلوه مع البشره الدهنيه لو هم عايزين حاجه تنشف الوش، بس تستخدميها الصبح بقى لانه او تستحملي الريحه. بالنسبة للهايلايتر، بعتقد في ناس كتير مش هتحبه لان هو فيه جليتر وباينة الجليتر اللي فيه، بس انا عادي ما بيفرقليش يعني. بس هو شوية برضو صعب ان انت تطلعيه بالفرشة، يعني لازم تعملي بايديكي كده شوية، وبيطلع مش قوي قوي زي مثلا ويتن وايلد. زي الأبواج كريمي وحلوة جدا جدا، فيها لمعة، يعني هي مش مات، كأنك حطيتي روج وعليه جلوس. بحبهم جدا، وبحب بالذات الدرجة اللي هي شاسنات دي اللي انا حطاها، بحبها قوي ومش بينشف الشفايف خالص، كأنك مرطبة اصلا شفايف. اخر حاجة بقى وهي الاي شادو. الاي شادو في ناس يعني البيجمنت بتاعتها مش اقوى حاجة في الدنيا اللي هو بوم كده، بس في نفس الوقت انا بحبهم جدا لاني بحس ان هي عارفين صغننه كده هاندي، بتحطيها معاكي في الشنطه لو انت مسافره، خصوصا عشان انا بسافر كتير فببقى عايزه حاجه ما تاخدش مساحه. البلت العاديه بتاخد مساحات كبيره وبتبقي خايفه عليها تقع تتكسر تقع مش عارفه ايه، فتبقي تحطيها في حاجات وتغلفيها ومش عارفه ايه، فتبقي بتبقى عامله قلق كده، حلوه للسفر. انما الحاجات الصغننه دي بتبقى حلوه قوي، وبتقدري تعملي بيها اللوك اللي هو اليومي. انت مش يعني لو انت مسافره تقعدي يومين ثلاثه في حته، مش هتقعدي بقى تعملي لوكس فانتزي بقى وتقعدي تعملي حركات وبتاع. وانا اغلب اصلا الميك اب اللي انا بعمله بيبقى يومي، يعني اللي هو ينفع اخرج بيه في الشارع. فبالنسبه لي حلوين وحبيتهم جدا ويستاهلوا فلوسهم. هما اي نعم مش غاليين، يعني تقريبا جايباهم ب 25 درهم اللي هو تقريبا في حدود ال 100 150 جنيه، بس بجد حلوين جدا حلوين. دي كل حاجه الفيديو النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم، تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بيه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعمل لايك للفيديو ده، وكمان تعملوا سبسكرايب للقناه عشان هي، وكمان دوسوا على علامه الجرس عشان يوصل لكم اشعار او نوتيفيكيشن كل ما انزل فيديو جديد، وفولو مي على انستجرام وتيك توك، بسيب اللينك تحت في الديسكربشن بوكس. واشوفكم الفيديو الجاي، باي باي.